كيف نقرأ لفظ الولاية؟ هل أنها الولاية بالكسر أو أنها الولاية بالفتح؟ بعض فرق بين القراءتين. الولاية بالفتح تعني النصرة، تعني الاتباع، تعني التأسي، المحبة. أما الولاية بالكسر فتعني السلطة، السلطان، الإمارة. بعض أعلامنا قال المناسب أن تقرأ بالفتح، يعني الولاية، لأن الحديث، لأن الرواية تتحدث عن واجبات عملية في الإسلام، يعني الصلاة، الصوم، فإذا قرأناها بالولاية فهي تشير إلى واجب فرعي، يعني التأسي، الاتباع، النصر. كيف نرد على هذه المسألة؟ أولاً، حتى لو قرأناها بالولاية، يعني أن المقصود بها بني الإسلام على الصلاة، الصوم، على محبة أهل، أيضاً الرواية بذلك لا تخرج عن الوزن الاعتقادي. لماذا؟ لأنه إذا رجعنا إلى القرآن الكريم وجدناه يتحدث عن المودة، عن المحبة، بوزان الأصول وليس بوزان الفروع. عندما يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، المعادلة بين مودة القربى وبين تبليغ الرسالة، هذا يخرج المودة عن الواجبات العملية الفرعية إلى الواجبات ماذا؟ الأصلية الاعتقادية. حتى لو قلنا أن قراءتها بالولاية أيضا محبة أهل البيت ترتقي إلى مصاف الأصول، لا تنحدر إلى مصاف الفروع الدينية. الأمر الثاني، المناسب أن نقرأها بالولاية، يعني أن الرواية تتحدث عن تولي أكل البيت، عن سلطانهم، عن إمارتهم في الدين. لماذا؟ لأن الذيول أو الذيل التالي في الرواية يتحدث عن علاقة ولايتهم سلام الله عليهم ببناء الإسلام، وأن البناء وأن ولايتهم مفتاح التكاليف، مفتاح وباب الإسلام الصحيح يأتي من خلال ماذا؟ من خلال ولايتهم. لأن الإمام بعد ذلك يقول لأن الولاية مفتاح الدين، لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليه. فهنا تكلام عن السلطة، عن السلطان، عن الإمام. هذا مع أن السيد الطبائي في الميزان قال فرق البعض بين الولاية بالفتح بمعنى النصرة والولاية بالكسر بمعنى السلطان، ولم يثبت هذا التفريق. يعني سواء قرأناها بالكسر أو بالفتح فهي تشير إلى ماذا؟ إلى الأصل الاعتقادي، إلى السلطان، إلى السلطة، إلى